أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، هنا من مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ولقاء مع الدكتور محمد شقيق البطلة سارة سمير اللي امبارح رفعت اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. زي ما حضراتكم شفتوا كان في احتفالات هنا امبارح طوال الليل أمام منزل البطلة سارة سمير اللي أصبحت مصدر للإلهام لكل المصريين في رفع الأثقال وفي مختلف الرياضيات بتحقيقها امبارح الميدالية الفضية، وكانت بالقرب من تحقيق الميدالية الذهبية امبارح. واحنا النهارده لقاء مع دكتور محمد، ألف مليون مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا فندم، مبروك لمصر كلها. عاوزين حضرتك تكلمنا عن امبارح، يعني استقبلتوا، يعني كنتم متابعين البطولة من الألف للياء، واحنا وكل المصريين، فكنتوا شايفينها ازاي وكنتوا بتتفرجوا ازاي في ظل الضغط العصبي اللي انتم منتظرين ان هي تجيب الميدالية الذهبية؟ الحمد لله. والله طبعا احنا ما نمناش بقالنا يومين ثلاثة كده من التوتر والضغط العصبي للموضوع ده. احنا شايلين هم الموضوع ده على كتافنا يعني كلنا، وكنا أكن بنشيل معصرة بالظبط. فالحمد لله يعني بعد الضغط ده كله إن ربنا وفقها وكلل مجهودها بالنجاح يعني. كلمونا عن استعداداتها للبطولة من البداية، يعني احنا كان عندنا معلومة ان هي كان عندها إصابة تقريبا لغضروف، بالإضافة ان قبل المشاركة بأيام بسيطة كان عندها مشكلة إصابة في إيديها برضو. يعني صار من سنة كده حصل لها إصابة في بطولة العالم الأخيرة اللي كانت في الرياض، جالها الغضروف وقعدت تتعالج منه فترة جامدة وتأهيل، وده عطلها كتير جدا في فترة حرجة زي دي، لغاية من 6 شهور أو 7 شهور يعني بدأت تفوق من الإصابة. وهي برضو في البطولة كان الموضوع لسه تعبها شوية، وحصل لها إصابة في رستها جديدة، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني هي شاركت تقريبا في البطولة وهي يعني شبه ان هي كان عندها إصابة في ايديها تقريبا قبل البطولة بأيام بسيطة. بقى ب3 أيام حصل لها إصابة في ريست إيديها، نفسيا ضغط عليها جامد برضه إن في وقت زي ده تتصاب إصابة جديدة، كان الموضوع صراحة صعب جدا يعني. او رغم كده ان هي تحملت على نفسها وحطت هدف قدامها، سارة من الأبطال اللي لما بتكون في حاطة هدف في دماغها يعني مفيش حاجة تأثر عليها، بتيجي على نفسها وبتقرص على نفسها لغاية ما تعدي المرحلة دي. طب عاوزين نعرف بداية سارة. احنا عرفنا ان هي في البداية حضرتك بطل جمهورية، فهي خدت حضرتك قدوتها ومثلها الأعلى في اللعبة، وبدأت اللعبة من خلال مشاهدتها لحضرتك وحضورها البطولات وشايفة التتويج اللي حضرتك كنت فيه. هي لما كانت بتشوفني طبعا بلعب وشافت بنات كتير بتلعب فكان عاجبها الموضوع جدا يعني، ان في رفع اثقال للبنات والبنات تقدر تشارك وتقدر تنافس، ده حببها جدا في اللعبة، بدأت فيها وكانت مميزة ومن اللعيبة اللي اتطورت بسرعة جدا الحمد لله، ده ساعدها ان هي تبقى في المكان اللي هي فيه. طب مع البداية يعني حضرتك كنت متوقع ان هي تحقق النجاحات دي، يعني من البداية من اول ما قالت لحضرتك عاوز ابدأ اتدرب او ابدأ اشارك في اللعبة دي؟ الحمد لله انا برضو يعني عندي نظرة في رفع الاثقال، اشتغلت مدرب شوية وكنت لاعب ففاهم في الموضوع ده يعني، اللعيب خامة، مش اي لعيب يبقى ناجح بالصورة الكويسة دي، لان في لعيبة لا تصلح رفع الاثقال، فمهما تعب او عافر بيبقى مستواه بيقف عند حاجة معينة، لكن هي ما شاء الله عليها يعني. احنا كنا كلنا منتظرين الذهبية الصراحة في البطولة دي، بس هو لولا الإصابة زي ما حضرتك وضحت هي كانت تقدر عليها وحاولت، بس المنافسين كانوا أقوياء جدا وهي برضه عملت اللي عليها يعني. طيب عاوزين نتكلم عن تعليم سارة، هي خريجة الأكاديمية البحرية تقريبا. خريجة الأكاديمية البحرية قسم لوجيستكس، كان نفسي أدخلها تربية رياضية بس هي مرضتش. الحمد لله يعني بإذن الله هي ناوية تحضر برضه ماجستير، ربنا يوفقها. طيب يعني اتكلمنا عن أهم بطولات أو أبرز بطولات اللي شاركت فيها سارة خلال السنوات الماضية، وكذلك الاستبعاد الأخير كان في الأولمبيات السابقة أثر عليها نفسيا، فإزاي تداركت هي المشكلة دي وقدرت إن هي حاطة حلمها قدامها وحاطة حلم يعني حلم المصريين كلهم قدامها إن هي تحقق ميدالية وقدرت تعمل الكلام ده. طبعا
الأولمبياد زي ما حضرتك شايف كده، والفرحة اللي احنا فيها كانت صار منتظر ده في 2020، وكانت تقدر تحقق ذهبية ومرتاحة جدا يعني. لكن اللي حصل، النكسة اللي حصلت في الاتحاد دي عطلتها جامد، وكانت سبب في كسرها نفسيا بشكل كبير جدا. لكن الحمد لله برضو قدرت تتحامل على نفسها وتتخطى المرحلة. كنا عاوزين نعرف يعني كان آخر توصيات حضرتك ليها قبل ما تغادر مصر، يعني إيه توصياتك؟ أنت حضرتك لاعب وبعدها مدرب، فآخر توصياتك ليها قبل ما تخرج من هنا، وآخر كلامك ليها سواء رياضيا أو عموما على المستوى الشخصي، وهي يعني أختك قبل ما حضرتك تكون مدربها في البداية وحطيتها على السلمة الأولى في الطريق. كبيرة، هي برضو كبيرة مش صغيرة ومش قليلة، فتقدر تحقق ده يعني. والحمد لله كانت موفقة. سارة أصبحت مصدر إلهام لكل السيدات، مش في الرياضة يعني، لتحقيق ميداليات رياضية بشكل عام. وامبارح شفنا الاحتفاء بيها على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه شعوركم انتوا كل ما تقلبوا على الفيسبوك او السوشيال ميديا بشكل عام تلاقوا صور سارة والاحتفال الكبير اللي في اللي حصل؟ مبسوطين جدا طبعا بالإنجاز وبيها، وبين مصر كلها فرحانة لها، ودي حاجة بنحمد ربنا عليها يعني، وبنشكر كل الناس الداعمين ليها، كل اللي بينزل لها صورة أو بيكتبها كلمة شكر أو دعالها، بنشكره جدا يعني. هي بدأت بداية في مركز شباب المجاور ليكو، الوزير أطلق عليه اسمها امبارح هي بدأت في المدرسة في العسكرية اللي المدرسة هي في العسكرية. الإسماعيلية. طب ايه رأي حضرتك في قرار الوزير ال بنشكره عليه طبعا، حاجة معنوية كويسة جدا، وهو كان واحد صرف قلبه ووفى بوعده يعني، بنشكره مع الوزير على كل حاجة بيقدمها بصراحة. ومكالمة الأخيرة ليكم مع سارة كانت إمتى وإيه التفاصيل؟ بعد ما لعبت على طول كلمناها وباركنا لها، وكانت زعلانة إن هي ما حققتش الذهب، بس الحمد لله يعني الفرحة والسعادة اللي احنا فيها خلتها إن هي برضه كانت مبسوطة جدا وتداركت الموضوع، الحمد لله. المكالمة بقى قبل المشاركة على طول، قبل البطولة يعني، آخر مكالمة ليها كان في مكالمة قبل ما تشارك امبارح أو أول امبارح ولا؟ اه طبعا دايما بكلمها وبتابع معاها وبطمنها وبديها ثقة في نفسها كده ان هي قد طب المسؤولية. قول لنا كده يعني التفاصيل بتاعت المكالمة. ما التفاصيل بقى حاجات بيني وبينها كلها انا قصدي من باب اللي انت كنت بتحمسها وهي يعني، انا بحاول اوصل ان هي تبقى مطمنة، وان هي تبقى مدركة للي هي فيه ومكانتها، وان هي تقدر تحقق حاجات كبيرة كده، هي قد المسؤولية دي. شكرا.